مساء الخير. الحلقة السابقة دي عملنا مع بعض ازاي نعمل قبة او شكل القبة اللي بتبقى موجودة فوق اي مسجد. النهاردة هنوظف درس القبة ده في تصميم مسجد قبة الصخرة علشان يتفتح معانا المسجد بالشكل ده. يا رب يكون واضح من كل الاتجاهات، يدينا التصميم بتاع مسجد قبة الصخرة بالطريقة دي. القبة موجودة في الأعلى والمسجد موجود بكل الجوانب الثمانية بتاعته في وسط الصفحة بالشكل ده. دلوقتي هنشوف التصميم، بس طبعا أنا ما صممتش القبة النهاردة، القبة نفسها متصممة في الحلقة اللي فاتت في ده أحد الدروس. لازم نراجع الدرس بتاع القبة بعد كده نشوف الحلقة بتاعت النهاردة ازاي نلصق الأشكال الثمانية دي ويدخلها القبة المميزة لمسجد قبة الصخرة. دلوقتي نشوف التصميم. علشان نصمم قبة الصخرة محتاجين القبة نفسها، ودي صممناها بالضبط وبالتفصيل في الحلقة أو الدرس 54. اللي حابب يعرف الطريقة هتلاقوها على القناة. الحلقة اللي قبل دي على طول اللي عملنا فيها الشكل ده هي نفس الفكرة بالضبط، بس بدل ما هنثبتها على خلفية لا هنثبتها على البرج أو على قمة المسجد. طيب، فهنجيب القبة، دي احد المفردات بتاعتنا، فقط زينتها بشريط يشبه اللي موجود او الاطار اللي موجود حواليها من الخارج، ودائرة قطرها 4.5 سنتي علشان الصق عليها الدائرة القبة، وشريطين اللي هيشكلوا العمود او الحامل اللي هيشيل القبة في وسط المسجد. عندنا الشريط ده طوله او مواصفاته بالضبط 2 سنتي اللي هو شريط اللصق، 11 4 سنتي، 11 4 سنتي. وهبدا الصق. طبعا انا ما كنت علشان اشيل قبه بالشكل ده انا محتاجه ورق قوي علشان يشيلها كويس، فجبت ما كانش عندي غير ورق اللي هو بتاع الدفاتر، فقطعت منه شريطين وقصيتهم بالطريقه دي. وعندنا طبعا طريقه القص بتاعت الكلام ده موجود عندكم على القناه، عملناها قبل كده كتير. همسكها كويس لان الورق ده بياخد شويه برضو على ما يثبت. انا كل الفكره اني عايزه اعمل حامل، وعايزه حامل قوي، فطبعا انطقوا المسجد ده محتاج ورق قوي وتكون القياسات مظبوطه. يعني افضل احركه يمين ويسار بالطريقه دي الى ان تضبط القياسات بالشكل ده. طيب هعمل التاني كمان. اضغط عليه شوية وحركه يمين ويسار. المهم ان هو يفتح ويقفل معايا مرتاح. افضل حركه الى ان ينضبط، ما اقفلش او ما اشتغلش عليه وهو مش مظبوط. خلص، اشوفه التاني مظبوطين والاتنين بيروحوا ويجوا. هفتح الـ 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 الارض او القاعدة بتاعتي، خط الوسط، هجيب الشريطين او الحامل اللي في الوسط. احنا هنبدأ التصميم من الداخل للخارج، هلصق الاتنين في بعض، احط على القاعدة هنا واحطهم قدام بعض بحيث انهم يكونوا في وسط الصفحة بالضبط وفي خط الوسط، واقفل. ده العمود بتاعي الوسطي. بعد كده هجيب دائرة، الدائرة دي 4.5 سنتي قطرها، يعني كلها 9 سنتي،
واتنيها من الوسط، ويفضل برضو تكون دائرة من ورق مقوى. هبعد ده شوية، دي هتتحط هنا في الوسط ده كده، هبعد دي كده واجيب القبة. طبعا احنا ممكن كمان نعمل القبة، بس خلينا نخلصها الاول. هاجي هنا عند الاربعة سنتي واحط زي ما عملنا في الدرس بالظبط، والصق دي هنا كده على النهاية بالضبط كويس، واضغط عليها و تانية كأني بضغط او كأني بلصق على ارضية، وافتحها هتتسحب معايا وتتفرد معايا على الدائرة اللي انا عملتها. استنى عليها شوية وارجع اقفل وافتح، هتظبط معايا. هاجي هنا على القاعدة واجي حاطه هنا، خلي دي هنا شوية، وهاجي الوسط بتاع الدائرة على الوسط بتاع العمودين. وافتح وارجع تاني اثبت. ارجع تاني اقفل وارجع تاني افتح. وبفضل اعمل كده لحد ما الصمغ يثبت معايا. طبعا احنا عاملين هنا خلينا نحطها بعدين، بس بعد ما اخلص الدائرة بتاعتي واحس انها مضبوطة. ده القبة الوسط، هشيلها احطها على جنب. وهحتاج اعمل شريط، الشريط ده قياساته كالتالي: 9 سنتي، 9 سنتي، و2 سنتي، والعرض 7 سنتي. العرض بالضبط 7 سنتي لكل واحد فيهم، في طول 9 سنتي. الشريط بتاع اللصق ده 2 سنتي، وبعدين هنفرغه ونقصه كالمعتاد علشان اوصل للشكل ده. يبقى اذا 7 في 9 وده 2، بشيل كله. انا دايما بظلل لكم علشان تعرفوا احنا بنعمل كل اللي انا مظللاه ده معناه ان انا هقصه، ان انا خلاص انا مش عايزه ده، مش عايزه. سبت الاول والثاني شلتهم، خدت الثالث، شلت الرابع والخامس، خدت السادس وشلت الاخير وهذبته لحد ما وصلته للشكل اللي قدامكم ده. انا عايزه دول اللي هي القاعده اللي انا هلصق عليها. ده الشريط الخارجي اللي هيمثل الاضلاع الثمانيه او الثمانيه اضلاع الموجوده في مسجد قبه الصخره. طبعنا الجوانب دي علشان نزين بيها الجوانب وهنبدا نلصقها. طبعا ليكم مطلق الحريه، يعني احنا اجتهدنا على قد ما نقدر في القناه اننا نحاول نحاكي الشكل الطبيعي او اللي هو الموجود على قدر استطاعتنا يعني. هنبدا نلصق الجوانب. ده احد الابواب وهنعمل له شغل تاني بعد ما نخلص. هبدا اعمل كده لحد ما اخلص كل الشريط. طبعا اللي بيعرف يرسم يعني يا بخته، يعمل تظليلات إسلامية زي ما هو عايز، وهيقدر يشتغل بطريقة أفضل من اللي احنا عملناها دي بكتير. بس أنا حبيت أقول لكم إنه اللي مش قادر يرسم أو كده، النت مليان نماذج، وهنحط لكم النماذج. يعني الأستاذ مصطفى مشكورا حط نماذج كتيرة قوي على القناة على التليجرام، علشان اللي حابب يحصل على النماذج يقدر يحصل عليها
ويشتغل. ده الشكل الثماني اللي هو حق المسجد من الخارج. هفتح الصفحة بتاعتي وهبدأ اعمل عملية احاطة. هحط الشريط بالشكل ده ولازم هنا يكون في زاوية، وهقفل الشريط هنا كده بالشكل ده، هيديني الشكل اللي انا عايزاه. هقفل الشريط الاول من هنا وهغلق كده بالشكل ده، وهاجي على شريط اللصق الاولاني وشريط اللصق الثاني، وهبدا احطهم قدام بعض بالضبط، بحيث انه هنا يكون في ثانية هنا وفي ثانية هنا، واسيبه ياخد الوضعية اللي تتلائم معاه. المهم ان يكون الشكل في الوسط بالضبط. واقفل وافتح بهدوء. الورق كالعادة ياخد شوية وقت. طبعا كل الحاجات اللي هي اللي باينه دي ممكن هنداريها بعدين. بعد كده ادي الخطوه دي كمان خلصت. الخطوه بتاعه الشكل السداسي ده عايزين نغطيه، فانا محتاجه دائره. الدائره دي قطرها يعني انا عملت قطرين للامانه، قطر اللي حابب مسجد كبير شويه 32 سم ياخد الدائره، انا دي الدائره دي على 27 سنتي. وبعدين خدت النص وبالفرجار فتحت فتحة الفرجار 6.1 سنتي، وبديت اخد اقطار زي ما احنا متعلمين مع بعض، ناخد اقطار ناخد اقطار ناخد اقطار، وبعد كده بالمسطرة من نقطة الوسط لا ونوصل ونوصل. ودي خدناها قبل كده كتير، موجودة في الدروس في القناة بالشكل ده. وهنبدأ نقص. طبعا انا عملت الخطوة دي لان احنا اتعلمناها قبل كده على القناة بدل ما نضيع فيها وقت تاني، هي الفكرة كلها. وبعدين برسم دائرة داخلية وباخد المحيط ده اللي هو احنا الصناء اللي هو الشكل ده. طبعا النص التاني نقدر ناخده برضو نشتغل بيه نفس الشغلانة. وهبدأ اعمل شريطين طي وارجع تاني للشكل بتاعي. افتح الشكل مضبوط. عايزه اشبك ده داخل علشان يديني يداري الشكل اللي انا عاملاه جوه ده، وداخل ويديني الشكل اللي انتوا عارفينه او المعتاد. هقفل برضو بنفس الطريقه. طبعا ده الارتفاع ده انتوا حرين عايزينه مرتفع كده، انا عاملاه ده ارتفاعه تقريبا 5.5 سنتي. عايزين تقللوا شوية قللوا مفيش مشكلة، يعني ده مسألة جمالية بترجع لكل واحد فيكم. يعني المهم في النهاية انه بنحصل على الشكل النهائي اللي يشبه مسجد قبة الصخرة. بحط الشكل، وخلي بالكم لازم الاتنين دول يكونوا برضو على متقابلين، ولازم الوسط يكون في الوسط، وانزل تحت 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 الدائرة علشان ما تخبطش فيها. بعد كده هجيب الشريط زي اللي احنا عملناه من شوية. طبعا الخطوة دي انا كنت نسيتها فاضطريت افك اللي انا عملته، واحط الشريط الداخلي الاول اللي هيحمل ده. طبعا ده اللي احنا خلصناه زيه بالظبط، بس بدل 9 × 7 هيبقى 7 × 9 سنتي. وبعد كده هلصق ده في بعضه شكل سداسي داخلي، وبعدين هاخد ده كمان وهبدا الصقه فيه. هحاول الاثنين يكونوا بالضبط. هحط صمغ هنا واحط صمغ هنا كمان، واحط ده وده. من هنا كده وندخله بالشكل ده.
بحيث انه يديني الشكل بتاع القبة من الداخل. بس هظبطه خليه ياخد الوضع بتاعه. بفضل احرك فيه لحد ما يضبط. ولازم يكونوا قدام بعض بالضبط. اعدله اشوفه هيعمل معايا ايه. لازم يعمل معايا بالشكل ده، يعني يشتغل معايا بالطريقة دي. كويس. هبدأ. يبقى انا اذا بقى عندي ده الخارجي، الاطار الخارجي اللي عملناه، وعندي الداخلي. هرجع للشكل بتاعي تاني اللي انا فكيته. هلصق الشكل الداخلي الاول وحواليه الاطار الخارجي. كده الشكل الداخلي اتركب. انا بس ظبطت الشكل السداسي من فوق على اللي تحت وركبته، وهو بالفعل اقل في الطول من القبة، فبالتالي الامور تمام. بفضل احرك فيه لحد ما ينضبط. حتى لو اللصق يعني في مشكلة شوية، بحاول افك واعدل لحد ما يديني الشكل اللي انا عايزاه. كويس. بعد كده هرجع تاني اركب الشكل الخارجي اللي هو عملناه من قبل، وده اوسع شوية، نفس الفكرة وطبقات ورا بعضها، بس بنبدأ من الداخل للخارج. هبدأ احط واظبط. هنا باينة مش زي الاولاني، وبالقلم هضغط عليها شوية واظبط وارجع اقفل. وارجع افتح. ها هيظبط معايا. تمام. في بعد كده الشكل اللي هو الباب اللي هو الخارجي، واحنا لاصقينه على احد الجوانب اللي هو ده، ممكن نسيبه بنفس الشكل ده، وممكن نعمل حاجة زي كده ونلصقها هنا بالشكل ده، هنا كده كده، وهتبقى لطيفة جدا. ودي بتتفتح كده وهتدي شكل الباب الخارجي او الباب الجانبي. طيب الباب ده بيتعمل ازاي؟ الباب ده محتاجة قطعة من الورق بتكون الطول بتاعها احد الجوانب 9 سنتي، 3 سنتي، 3 سنتي، 3 سنتي، اعمل 2 سنتي، وبعدين 4 سنتي، وبعدين 9 سنتي، وبعدين 4 سنتي، والجزء اللي هو 6 سنتي بيتقسم اللي هو اللي طوله 6 سنتي، 3 3 3. وببدأ اعمل عملية قص من هنا كده، وهقص ده اللي هو الباب. مسألة سهلة. وافرغ ده، مش هقطعه، افرغه. وبالمحزز خلينا نعمل الحدود علشان يطلع معانا. وبعدين نلصقوا عليه الورق اللي انتوا عايزينه. دي طبعا اللي بتتلصق اهي، خلاص هيديني الشكل ده، وهلصقه بالطريقة دي. طبعا انا جهزته علشان عمليات اللصق والكلام ده ما تاخدش مننا وقت. كل ما في الامر هنحط صمغ هنا وصمغ على القاعدة. وارجع تاني للتصميم بتاعي، واجي على الجانب اللي فيه الباب، واجي حاطه هنا كده، نظبط عليه بالظبط.
كده اخر حاجة حطيت اللي هي الهلال اللي على المئذنة، وبديت افتح، اتفتح معايا واتظبط الورق. طبعا انتوا عارفين الفض ده كارثي في اللصق، يعني مزعج شوية، لكن في النهاية اخدنا الشكل اللي احنا عايزينه. طبعا الخطأ اللي انا عملته في الاول ان انا لصقت الخارجي قبل الداخلي، المفروض الداخلي اللي هو ده الاول وبعدين ابدأ الخارجي. الخطأ التاني اللي انا عملته وعدلته ان انا لصقت الباب الجانبي ده على مكان فارغ، لا لازم في مكان لصق، مكان احد، احنا عندنا مكانين لصق، تيجي في مكان اللصق وتلصقه. ده الشكل العام بتاعه، لطيف، واكيد انتوا هتعملوه افضل مني بكتير، والقياسات اللي انا عملتها دي افتراضية علشان يطلع العمل يعني الى حد ما مقبول وكويس، ونحطينا ايدينا على الاقل على الاليات اللي نقدر نشتغل بيها عمل زي ده. خلصت الحلقة. التصميم سهل بسيط، ما فيهوش اي تعقيدات، بس فيه تفاصيل كتير محتاجة صبر علشان يطلع معانا بشكل متقن، واتمنى فعلا ان انا اكون قدرت اوصل لكم الفكرة بشكل بسيط وبشكل يسير وسهل. القبة طبعا زي ما قلت لكم شوفوها في حلقة تصميم القباب بهدوء وبالراحة، وبعد كده ابدأوا ركبوا التصميم، هيطلع لطيف جدا وبسيط، والصور موجودة على التليجرام، على قناة تويز هاند ميد على التليجرام. خلصت الحلقة، اتمنى تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناة، تعملوا لي تعليقات لتستمر القناة معكم وبكم. شكرا لكم.